اهلا بكم في الحلقه. افتتح صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير المنطقه الشرقيه مساء يوم امس فعاليات منتدى جبيل للاستثمار عام 2017 والذي تنظمه غرفه الشرقيه ممثله بمجلس الاعمال بفرعها في محافظه الجبيل من خلال الشراكه مع الهيئه الملكيه بالجبيل والذي يستمر ثلاثه ايام، وذلك في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينه الجبيل الصناعيه. كان في استقبال سموه فور وصوله رئيس الهيئة الملكية للجبيل المهندس مصلح بن حامد العتيبي ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان ومحافظ الجبيل المكلف مرسل عبد الله العسكر. وقد افتتح سموه في بداية الفعاليات المعرض المصاحب للمنتدى وتجول في أركانه المختلفة. زميلنا سلمان المطيري تواجد في هذا المنتدى، نشاهد وإياكم هذا. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي الترحيب بكم جميعا في منتدى الجبيل للاستثمار، في منتدى الجبيل للاستثمار الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ويأتي لشراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية للجبيل لأجل تسليط الضوء على الهوية الاستثمارية في المنطقة الشرقية وفي القلب منها محافظة الجبيل، للكشف عن ما تتضمنه هذه المدينة من مزايا تنافسية عديدة أحلتها لأن تكون مركزا استثماريا مميزا قادرا على المساهمة بفعالية في قيادة الاقتصاد الوطني باتجاه المزيد من النمو. صاحب السمو الملكي، لقد كان لتوجيهاتكم السديدة ودعمكم المستمر أبلغ الأثر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في مدن المنطقة بشكل عام، ومدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين على وجه الخصوص وعلي في بلادنا الحبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واعتماد كامل على طاقات الوطن التي تبذل جهدها في مختلف المواقع، والقطاع الخاص له دور مفصلي ومحوري في مسيرة التنمية، والدولة تولي هذا القطاع أهمية قصوى من اختلاقها لعدد من البرامج والمبادرات لدعمه وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية في هذا القطاع على وجه الخصوص. ولا زالت الآمال معقودة عليكم أنتم في دعم مسيرة التطور والنماء والازدهار كبيرة وعالية، مشاركة الاقتصاد الوطني في هذه المسيرة تتطلب مشاركة بمناقشة كافة العقبات التي تعترض طريقه والمعوقات التي تحدى من مشاركته وطرح الحلول الفاعلة لتدريب هذه العقبات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا المنتدى او منتدى الاستثمار الجبيل هو المنتدى الاول اللي تعقد غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الملكية، يشكرون عليها شكر جزيل حقيقة. احنا كغرفة الشرقية نعتقد انه مثل هذه المنتديات مهمة في تعظيم او في البحث عن فرص الاستثمار بين في المناطق مثل الجبيل. الجبيل منصة عالمية، الشركات العالمية تبحث عن فرص، أيضا رجال الأعمال يبحثون عن فرص، فأنت لما يلتقون تحت مظلة وسقف واحد تعرض ما لديك وماذا الآخر، هذا شيء طيب. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك متحدثين غدا وبعد غد يعرضون الفرص الاستثمارية، وبرضه جهات حكومية تعرض ممكن بعض ما لديها من إذا كان هناك معوقات يكون هناك أسئلة. هذا طبعا جانب. الجانب الآخر، كان هناك معرض مصاحب اليوم، حقيقة نشكر جميع الدول الحكومية كانت مساهمة، وهذا شيء طيب يعطي انطباع جيد ما بين رجال الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية. كانوا الجميع موجود ومتواجد. طبعا عندنا اللي هو الاستثمار بشكل عام في المملكة يتوجه اتجاه جيد، اللي هو سبعة عندنا تقريبا، اللي هو الرؤى على الرؤية، أنا أشوف أنا متوجه اتجاه طيب وجدا جميل. خمسة تقريبا فاصل سبعة هذا استثمار أجنبي، 65% استثمار وطني أو استثمار داخلي. إذا أنت توجه معناته في توجه جيد، هذه كرؤى على الرؤية اللي هي 2030، وهي تعكس رؤية المملكة اقتصاديا إلى عام 2030. فإحنا نكمل بعض كغرف تجارية وكرجال أعمال وشركات، فأعتقد أن الوقت مناسب. إحنا على مشارف نهاية 2017 الآن، و2018 إن شاء الله يكون أفضل، وهذا ما نتمناه، وإن شاء الله يكون هناك الفرص أفضل. طبعا بعد ما ينتهي المؤتمر أو المنتدى سوف نعرف على هي النتائج والتوصيات، وهذه تهمنا لكي نتابع النتائج والتوصيات في المؤتمرات القادمة وفي المنتديات القادمة، وإن شاء الله أن الأمور تتوجه للشيء الأفضل والجيد بشيئة الله. رأيكم اللي تحقق من تقارب بينكم وبين الهيئة الملكية الأول؟ والله شوف، الهيئة الملكية حقيقة الآن يعني ما في شك أنها بدأت تخطو خطوات مختلفة يعني عن السابق، بدأت تقرب جدا من الاستثمار الحقيقي مع الغرف التجارية، وحنا نعتبر نفسنا محظوظين تكون شريكنا للهيئة الملكية في هذا. أكيد نستفيد منهم كثير، أكيد هم سهلوا لنا أمور كثيرة، واتمنى أنه طبعا كده بالمستقبل نبي نسوي أفضل، وهذا ما نبحث له، لكن الحقيقة أنا أشكرهم شكرا جزيلا على ما قاموا فيه من تسهيلات ومحلات وإلى آخره، فكانت أعطت المنتدى أعطته دفعة جيدة للنجاح. الجبيل تستحق أكثر حقيقة، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها منتدى الاستثمار. أنا أعتقد أن الجبيل زاخرة بالفرص الاستثمارية الكبرى وليس الصغيرة المتوسطة، ومثل هذه الفرص تحتاج إلى تسليط الضوء عليها. أعتقد أن هذا المؤتمر سيسهم مساهمة كبيرة في إيصال هذه الفكرة، خاصة وأن الراعي هو سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، الذي يحيط حقيقة الجبيل والهيئة الملكية الجبيل وينبع بكل رعاية وتقدير. شكرا لسمو الأمير، شكرا للهيئة الملكية، شكرا للغرفة التجارية. طبعا الهيئة الملكية عندها العديد من المبادرات في مجال استقطاب استثمارات الصناعات التحويلية، وأيضا الصناعات ذات القيمة المضافة. طبعا المنتدى الجبيل للاستثمار سيلقي الضوء على بعض هذه الاستثمارات والفرص الاستثمارية، على سبيل المثال يعني للحصر الصناعات الدوائية، صناعات السيارات، الصناعات التحويلية، كلها يعني فرص واعدة، فرص يعني تحقق صراحة الكثير لرؤية 2030 للمملكة. وهذا المنتدى يأتي يعني في وقت أعتقد أنه وقت جدا مناسب أن نعرض هذه الفرص الاستثمارية على المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين.
والله هو بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى هو لمدينة الجبيل، وأنا جدا يعني مبسوط بوجود الجميع، وهذا أول منتدى استثماري لمدينة الجبيل، فمبروك للجبيل، وإن شاء الله كل سنة حنا نستمر في المنتدى. مدينة الجبيل هي أهم المدن في المنطقة الشرقية للاستثمار، وهي مدينة صناعية، والصناعة في مدينة الجبيل تطلب إلى المساندة من المستثمرين، إن كانوا هم من رجال الأعمال أو إن كانوا هم من رائع جيد ممتاز، وبس إحنا ودنا نحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحراك واستغلال الفرص الاستثمارية للقطاع هذا. والمنتدى هذا هو تشجيع للشركات الصغيرة والمتوسطة والتحفيز لها. بسم الله الرحمن الرحيم. منتدى الجبيل للاستثمار راح يناقش مجموعة من المحاور، أبرزها هو تعزيز دور الاقتصاد المعرفي في زيادة الاستثمارات الاقتصادية، وأيضا محور آخر راح يتكلم عن الجانب المهم في تعزيز الاستثمارات في محافظة الجبيل بشكل عام وفي الجبيل الصناعية بشكل خاص. المنتدى راح يكون عن طريق جلسات حوارية، وراح يشارك فيها مجموعة من المتحدثين المتخصصين إن شاء الله. يشكل منتدى الجبيل للاستثمار فرصة واسعة للاستثمارات المحلية والأجنبية بمدينة الجبيل الصناعية، التي تتميز ببنية تحتية مميزة وبيئة استثمارية جاذبة. لبرنامج الحدث، سلمان المطيري، الجبال الصناعية.